بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. هذا مما تعلمت من بيانات الإمام المهدي الناصر محمد اليميني. يقول الله في كتاب الكريم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن دلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أرض المحشر، واتكلمنا فيها عن كيف الله فرق الأمم من بعد الحساب، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وبقي ما بقي على سور الأعراف، وعرفنا من هم اللي وقفوا على سور الأعراف، وأنه في الآخر أهل الأعراف دخلوا الجنة. لكن لو احنا تدبرنا الكتاب الكريم هنلاقي ان انا كده في ارض المحشر وزعنا فريقين، فريق راح الجنة وفريق راح النار. لكن لو جينا بصينا نشوف ان في هناك فريق ثالث، خصوصا في سورة الواقعة، ان رب العالمين بيقول: وكنتم ازواجا ثلاثة، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون اولئك المقربون. مين بقى السابقون السابقون؟ احنا قلنا وثيقة الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، هم اصحاب الميمنة مع اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة مع اصحاب المشأمة هم وثيقة الذين كفروا الى جهنم زمرة. اما السابقون السابقون اولئك المقربين، دول الوفد الثالث اللي رب العالمين بيقول فيهم: ويوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. الله، في وفد راح الجنة من المتقين، وفي وفد راح الى الرحمن وفدا. طيب ما سر هذا الوقت الثالث؟ وتكلمنا برضو عن آدم، وإزاي لما ربنا عز وجل عرض عليه الأمانة فقبلها وكان جهولا، لأنه الملائكة السماوات والأرض خشيت أن تحمل منها، لأنها تعتبر أكبر مسؤولية في كتاب الله، فحملها آدم وكان الإنسان جهولا. لما حين حملها آدم كان حملها آدم ورضي بها طمعا في الملك، وليس لتحقيق رضوان رب العالمين أو تحقيق اسم الله الأعظم، والهدف من إيه؟ من خلقه. لذلك هنلاقي أن الشيطان لما عرف أن آدم قبل الخلافة طمعا في الملك فغواه وقسم له أنه هو من الصالحين. لكن تعالوا نشوف الوفد الثالث بقى اللي هيكون في هذه الحياة الدنيا أدرك حقيقة اسم الله الأعظم في قلبه والهدف من خلقه فسعى إليه. مين دول؟ هنقول عليهم إن هم جماعة الربانيين. الربانيين دول بتكمن في قلوبهم حب الله، ولا يجد في أنفسهم وفي قلوبهم نعيم إلا في حب الله وقرب ورضو عن نفسه، ويجدوا إن ذلك نعيم أكبر من نعيم الجنة مهما بلغت ومهما تكون. أولئك قوم يحبهم الله ويحبونه الحب الشديد، لا يرضون بملكوت الدنيا ولا الآخرة حتى يتحقق رضوان الله في نفسه. وما إن الله كتب على نفسي أن يرضي عباد الصالحين تصديقا لقول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن منهم من يقيه الله عذاب فيدخله جنته فإذا هو فرحا مسرورا بما آتاه الله من فضل. ومنهم من يطمعون للشهادة في سبيل الله تجدونهم قد رضوا عن ربهم تصديقا لقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فتجدون انهم قد رضوا في انفسهم، ولذلك وصف لكم الله حالهم وقال تعالى: فرحين بما اتاهم الله من فضل. وهذا دليل على انهم رضوا في انفسهم فاصدقهم الله وعده، رضي الله عنهم ورضوا عنه،
أولئك باعوا أنفسهم وأموالهم لربهم مقابل جنته التي عرفها لهم في محكم كتاب، وتسلموا ثمن أموالهم وأنفسهم الجنة تصديقا لوعد الله بالحق في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. وعدا علينا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أما بقى فيه قوم آخرين، وهو الوفد الثالث، الوفد المكرمين اللي هم رب العالمين قال فيهم ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فلن يرضيهم الله بجنته شيئا مهما عظمت ومهما كانت، حتى يتحقق لهم النعيم الأعظم من جنته سبحانه. أولئك هم أشد حبا لله فأحبهم الله بقدر حبهم له. أولئك تنزهت عبادتهم لربهم عن الطمع في النعيم المادي، ولذلك لم تجدوا أن الله أعرض عليهم جنته مقابل الطلب. أولئك هم القوم الذي وعد الله بهم في محكم كتابه أن يرتد المؤمنين عن دينهم، تصديقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم. صدق الله العظيم. وبما أن الله عز وجل كتب على نفسه رضوان عبيده الصالحين تصديقا لقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، طب والسؤال بقى اللي عايزين نسأله دلوقتي، هل يا ترى سيرضون بجنات النعيم والحور العين وحبيبهم الرحمن ليس راضيا في نفسه بسبب ظلم عباده لأنفسهم، وقد علموا أن الله أشد حسرة على عبيده الذين ظلموا أنفسهم وأعظم حسرة من حسرة الأم على ولده، ثم يكرر لهم الملائكة من بشرى فيقولون: ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولكن لا فائدة من بشرة الملائكة لا بالفوز بالجنة ونعيم ربه، مما أدهش ملائكة الرحمن المقربين وقالوا: ما خطب هؤلاء القوم وما سبب حزنهم، فما بالهم لم يفرحوا بجنات النعيم كما فرح بها الكثير من المؤمنين، وما هو النعيم الأعظم الذين يرجون من ربهم وهو أعظم من جنات النعيم، مما أدخل الملائكة في حيرة من أمرهم، فلا هم يساقون إلى النار وأبوا أن يساقوا إلى الجنة. ومن ثم حشرهم الرحمن وفدا من بين المتقين تصديقا لقول الله تعالى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يتقدمهم إمامهم: وجعلنا للمتقين إماما، حتى وقفوا بين يدي الرحمن وتأجل أمرهم إلى حين، واستمر الحساب بين الأمم، وكل نفس تأتي تجادل عن نفسها تصديقا لقول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أما هؤلاء بقى الوفد المكرمين فكانوا صامتين بين يدي ربهم، ومن ثم يبحث المشركون عن شفعائهم الذين كانوا يعظمونهم في الحياة الدنيا، ويترك الله حصريا لهم من دونهم، ويقولون أنهم شفعائهم عند ربهم، كما ينتظر المسلمون الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم، وينتظر النصارى الشفاعة من عيسى عليه السلام، ويتم إحضار جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المقربين الذين كانوا يبالغون فيهم وأتباعهم بغير الحق، ومن ثم حين يرونهم
يعرفون أتباعهم الذين يبالغون فيهم بغير الحق، تصديق لقول الله تعالى: وإذا رأى الذين أشرقوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركائنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. سبحان ربي العلي العظيم. ومن ثم يقول لهم الله: فادعوهم يستجيبوا لكم فيشفعوا لكم عند ربكم إن كنتم صادقين، تصديقا لقول الله تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ومن ثم يوجه السؤال إلى أولياء الله الذين عظموا أتباعهم بغير الحق. هنوجه ربنا السؤال لأولياء الله الذي عظموهم أتباعهم بغير الحق، هيقول لهم ايه بقى رب العالمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلون. اما الطوائف الاخرى فالقوا باللوم على الامم من قبلهم كونهم اتبعوا الاتباع الأعمى وهم كانوا على ضلال مبين. وقال الله تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا نبرأ إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فما هو المقصود بقول الله تعالى ربنا هؤلاء الذين أغوينا؟ يقصد أمة قبلهم وهم آباؤهم الذين وجدوا يعبدون عباد الله الصالحين زلفا ويتخذونهم شفعاء عند ربهم فاتبعوهم بالاتباع الأعمى، ولذلك رفعوا القضية على آبائهم وعلى آبائهم الأمم التي قبلهم وقالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي هؤلاء الذين كانوا السبب في إغوائنا عن الحق. ومن ثم القول بالجواب بالاعتراف: أغويناهم كما غوينا، أي أغويناهم كما غوينا فبالغنا في عبادك الصالحين المكرمين بغير الحق ودعيناهم من دونك. ومن ثم ألقى الله ألقى بالجواب بعباد الله المكرمين: نبرأ إليك ما كانوا يعبدون، تبرأوا منهم. أما الطائفة الأخرى فكانوا يعبدون الملائكة وهم ليسوا بالملائكة بل هم من شياطين الجن، وكان يقولون لهم إنهم ملائكة الرحمن المقربون فيأمرونهم بالسجود قربة إلى الله. ومن ثم يوجه السؤال إلى الملائكة الله المقربين، يوجه ربنا ليهم السؤال بقى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون. وقال الله لهم: فدعوهم هل يستجيبوا لكم فيشفعوا لكم عند ربكم، فدعوهم ولم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى هذا؟ تعالوا نتدبر هذه الآية. قال الله تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، صدق الله العظيم. فإذا بعبد من عبيد الله يصرخ شاكيا إلى ربهم، ظلم هؤلاء القوم الذين أشركوا بربهم إنهم ظلموا، ومن ثم يزيدهم هما بغم، إنما ذلك حتى يستيأسوا من شفاعة العبيد بين يدي ربهم المعبود فينيبوا إلى ربهم بعد أن استيأسوا من رحمة عبيده.
تصديقا لقول الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فيش سبيل بقى ليهم، خلاص ما كانوا يدعون لهم شفعاء عند رب العالمين، خلاص مش لاقيين، يأسوا أن لهم شفعاء عند رب العالمين. ثم يأتي عرض الرحمن على إمام القليل من المتقين، وإمام القليل دوت هيكون بأمر الله، هو المهدي المنتظر، مهدي أمة آخر الزمان، على إمام القليل من المتقين والقليل من الآخرين حتى يرضي عبده ومن كان على شاكلته، وجعلنا للمتقين إماما، فيتم عرض الدرجة الرفيعة في الجنة فيأبى، ومن ثم يزيده الله فيقول: حتى ولو جعلتك خليفة ربك على الملكوت كله. ثم يزيده القدرة بأمره أن يقول للشيء كن فيكون، فيؤيده بقدرته المطلقة فيأبى برضو ويرضى. فتعم الدهشة في جميع عباد الله الصالحين حتى ملائكة الرحمن المقربين، ويقولون: فما هذا النعيم الأعظم ما عرض عليه، فيا للعجب الشديد. أما الصالحون من الناس فظنوا في ذلك العبد ظنا بغير الحق، وقالوا في أنفسهم: فأي نعيم أعظم مما عرض عليه ربي، بل كان هذا العبد يريد أن يكون هو الرب المعبود، فما خطبه وما دهاه أن يرفض أن يكون خليفة الله على الملكوت الجنة التي عرضها السماوات والأرض، بل خليفة الله على الملكوت أجمعين. فأي نعيم هو أعظم من ذلك الملكوت كله؟ وكيف يسخر له الملكوت فيأبى ويرفض؟ فتظهر الدهشة على وجوههم من ذلك العبد حتى شاهد زمرته قد زادت على وجوه الصالحين الدهشة، وعمت الدهشة على وجوه الملائكة وجميع الملائكة المقربين، فإذا زمرة ذلك العبد يبتسمون، اللي هم الوفد المكرمين، ضحكين من دهشة عبيد الله الصالحين أو المقربين، كونهم يعلمون بحقيقة اسم الله الأعظم الذي هو النعيم رضوان رب العالمين على نفسه، وهو نعيم أعظم من الجنة وما حوت والملكوت وما حوت، وهو أن يكون الله راضيا في نفسه حتى يدخل عبادي في رحمته. فهم كذلك لديهم ما لدى إمامهم من الإصرار على تحقيق النعيم الأعظم من حبه، من النعيم الأعظم من جنة النعيم، وإنما يخاطب الله هذا العبد ربه باسمه واسمهم جميعا، كون هدفهم واحد لا ثاني له ولا ند له، ولا يقبلون المساومة فيه، وذلك هو العبد الوحيد الذي أذن الله له أن يخاطب رب، كون الله يعلم عبده سيقول قولا صوابا، بينما جميع المتقون لا يملكون منه خطابا، تصديقا لقول الله تعالى: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك العبد الذي أذنه الله أن يخاطب ربه في سر الشفاعة، كونه لن يسأل من الله الشفاعة ولا ينبغي له الشفاعة، بل لله الشفاعة جميعا، فليس العبد أرحم من الله أرحم الراحمين، إنما يجافي رب ويحاجي ربه في النعيم الأعظم من جنته، ولن يتحقق ذلك حتى يرضى الله في نفسه. سبحان ربي العلي العظيم، أسألك رضوان نفسك يا رب في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذلك العبد الذي رضي الله له قولا وقال صوابا،
ولن يتحقق ذلك النعيم إلا بالقول الصواب. ومن ثم علم بحقيقة اسم الله الأعظم هو ومن تبعه من الوفد المقربين قلبا وقالبا. خلاص، وبما انه سوف يخاطب ربه بحقيقة اسم الله الأعظم لان فيه سر الشفاعة، ولذلك اذن له ان يخاطب ربه وقال يوم لا وقال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وقال أصحاب القلوب: الذي يظن أن يفعل بها فاقرة بعد أن سمعوا أن عفوا عنهم فذهب الفزع عن قلوبهم، قالوا لزمرة ذلك العبد الوفد المقربين: ماذا قال ربكم؟ ثم رد عليه زمرة هذا العبد المتقين وقالوا: الحق وهو العلي الكبير. سبحانك ربي العلي العظيم. وهنا أدرك عبيد الله جميعا حقيقة اسم الله الأعظم، وأدركوا سره المكنون في الكتاب، ومن الله وبه على قليل من عباده، يحشرهم الله على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء على ذلك المقام لهم بين يدي ربهم، وذلك هم الوفد المكرمين الذي يتم حشرهم إلى الرحمن وفدا، تصديقا لقول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يا حبيبي يا الله، وذلك هو الوفد المكرم على رؤوس الخلائق، ولكل درجات مما عمل. أولئك هم القوم الذي يغبطهم الأنبياء والشهداء، وهم ليسوا بأنبياء ولا يطمعون أن يكونوا شهداء، وهم هدفهم أسمى من أن يستشهدوا في سبيل الله، بل يريدوا أن تستمر حياتهم حتى يتحقق هدي البشر. أولئك هم أحباب الرحمن الذي وعد الله بهم في محكم كتابه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حبيبي يا الله، أولئك هم القوم الذي يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجلسهم من ربهم، تصديقا للحديث الحق عن محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الرواية الحق عن طريق ابن جرير وابن المنذر وابن البيهقي وأبو هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. صدق الله العظيم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: إن للمتحابين في الله تعالى عمودا من يقوطة حمراء في رأس العمود 70,000 غربة، يضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا. يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا حتى ننظر إلى المتحابين في الله، فإذا أشرقوا عليها أضاء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. أولئك هم القوم الذين وعد بهم الله في محكم كتاب: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهل ترونه ذكر جنة أو نار؟ فهل ترونهم ذكروا جنة أو نارا في عبادتهم لربهم؟ بل هي عبادتهم أسمى العبادات في الكتاب، فقدروا الله ربهم حق قدره، فلم يعبدوا الله خوفا من نار ولا طمعا في جنة،
يحبهم ويحبون، وبما إنهم أحبوا الله حبا شديدا أعظم من كل شيء في الوجود كله، فكيف سيرضوا بأي شيء في الوجود ما لم يكن يكون ربهم حبيبهم كان رضي في نفسه؟ ألا والله الذي لا إله غير ولا معبود سواه، لو أن الله يخاطبهم أنه لن يتحقق النعيم الأعظم ولن يتحقق رضوان ربك في نفسه حتى تفتدي عبيده فتلقى بنفسه في نار جهنم. لو واحد فيهم ربنا حاجة قال له أنا مش هحقق النعيم الأعظم إلا إذا ألقيت بيكم في نار جهنم، لقالوا جميعا ألا بعزتك وجلالك ربي ما كنت ألقو بنفسي في نار جهنم فداء لولدي فلذتك بدي، ولكنك أحب إلى نفسي من نفسي ومن ولدي ومن كافة الأنبياء والمرسلين ومن الحور العين. فإذا لم يتحقق نعيم الأعظم من جنتك حتى ألقي بنفسي في نار جهنم، فإني أشهدك ربي وأشهد كل عبد خلقته لعبادتك في السماوات والأرض، إني لن أمشي للنار مشيا بل سأنطلق نحوها مسرعا ما دام في ذلك تحقيق النعيم الأعظم، فتكون أنت ربي راضيا في نفسك لا متحسرا ولا غضبان، لأن متعتي وكل أمنيتي ونعيمي هو أن يكون ربي راضيا في نفسي لا متحسرا ولا حزين، وذلك لأني أعبد نعيم رضوانك. فإذا لم تحقق لعبدك ذلك فلما خلقتني يا الله؟ وإن لم تحقق لعبدك النعيم الأعظم فقد ظلمت عبدك، ولكنك قلت وقولك الحق ولا يظلم ربك أحدا، ذلك لأن عبدك لا يستطيع ولا يريد أن يقتنع بجنة النعيم والحور العين، فأف لجنة النعيم إذا لم يتحقق لعبدك النعيم الأعظم منها، فلا حاجة لي بها شيئا يا أرحم الراحمين. فكيف يكون على ضلال من اتخذ رضوان الله النعيم الأعظم من ملكوت الدنيا؟ وأعلم إن في ذلك الحكمة من خلق عبيدك وكافة عبيدا، ولن أقبل بغير ذلك بديلا، واتخذت ذلك إليك ربي إليك سبيلا يا حبيبي يا الله. طيب، في حد ممكن يستغرب ويقول هو ربنا هيتحسر على العباد؟ أقول آه طبعا ربنا هيتحسر على عباده اللي ظلموا أنفسهم بظلم الشرك وبظلم الكفر وعدم الإيمان بآيات رب العالمين، فألقاهم الله في نار جهنم تصديقا لقول الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يتحسر ربي على العباد بعد أن علم الله إن هؤلاء العباد بعد أن أدخلهم الله في جنته قالوا في أنفسهم: يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله. فعلم الله ما في أنفسهم فتحسر عليه، لذلك لن يرضى إلا أن يتحقق نعيم رضوان رب العالمين وتتحقق الآية ورحمتي وسعت كل شيء وتحقيق النعيم الأعظم ورضوان الله الأكبر من الجنة وما حوله، تصديقا لقول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر هو رضوان الله ونعيم أكبر من الجنة وما حوله. طيب، لما نلاقي رب العالمين عز وجل قسم الخلائق أو أكرم جعل التكرم عنده بدرجات، لكن رب العالمين جعل إن قوم يحبهم ويحبونه عبادتهم أسمى العبادات وأرفعها الدرجات، هي عبادتهم لربهم. لذلك نجد أن أكرم الناس المسلمون، وأكرم المسلمون المؤمنون، وأكرم المؤمنون المتقون، وأكرم المتقون الصالحون، وأكرم الصالحين
المقربون وأكرم المقربون الربانيين، وأكرم الربانيين قوم يحبهم الله ويحبون، لأنهم حرموا على أنفسهم الجنة ثم حشرهم الله إليه وفدا مكرمين، وذلك لأنهم يريدون نعيم أعظم من الجنة ويصدقهم الله ويقول لهم صدقتم ولذلك خلقتكم، فما هو النعيم المرجو منهم بتحقيقه؟ هو نعيم رضوان الله في نفسه تصديقا لقول الله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم أولئك يغبطهم الأنبياء والشهداء ولكن أكثرهم لا يعلمون بسبب المبالغة في الأنبياء وترك الوسيلة لهم من دون الصالحين، ولذلك لا يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، برغم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفتاهم بالحق لو كانوا يعلمون، وقال إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم ربهم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، هذا ما قدمت لكم من حقيقة اسم الله الأعظم ونعيم رضوان ربه. جعلنا الله وإياكم جميعا من الوفد المكرمين الذي يسعى لتحقيق نعيم رضوان رب العالمين وتحقيق الغاية والهدف من خلقنا على الحياة الدنيا، وأفادكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.